بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم في ظلال سورة قريش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، شفى الله به الغمة، أزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده احتاته الله اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. كما ذكرنا في الجمع المنصرمة أننا نقف بإذن الله تعالى وتوفيقه وقفات مع قصار الصور المفصل، وكانت آخر صورة وقفنا عندها هي صورة الفيل، وبعدها صورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الصورة كما في المصحف هي منفصلة عن سورة الفيل بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان المتعلق حاصل بينهما، السياق واحد لإيلاف قريش. إن الله عز وجل استجاب دعوة خليله إبراهيم عليه السلام عندما كان يرفع قواعد البيت، قال رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات. استجاب الله عز وجل دعاء خليله فجعل حرمه آمنا وبيته، يسمى البيت العتيق، وجعل بيته بيت الرب عز وجل عتيقا لا يستطيعه المتكبرون ولا الجبارون ولا المتغطرسون، محفوظ بحفظ الله عز وجل له. فاستتب الأمن في الحرم المكي، واستتب الرخاء في الحرم المكي بأمر الله تعالى. وبعد حادثة الفيل، بعد حادثة الفيل عظم الأثر. أنتم تذكرون أن أبرهة الحبشي الأشرم جهز جيشا عظيما يريد تحطيم البيت، ووظف له فيلا، مجموعة من الفيل، يؤمهم فيل عظيم، لكن الله تعالى حمى بيته وأبرك الفيل وسلط على الجيش العرمرم القوي أضعف جنده، طير الأبابيل متفرقة تحمل في أرجلها ومناقلها حجارة صغيرة محماة، فدمرت الجيش كله، منهم من مات ساعته، ومنهم من مات في الطريق، وشاء الله عز وجل أن لا يموت قائد الجيش أبرهة إلا بين قومه وفي داره. هذا الحدث
هذا الحدث الذي عاشته الجزيرة العربية كلها، كل شيء عاش الحدث، ما يقدرش حد يكذبه، كل شيء عاش الحدث. هذا الحدث زاد للحرم حرمة وللبيت العتيق قوة ولأهل البيت حرمة وقوة. قريش، هذا الحدث من شاع في الجزيرة وفي غيرها، كان الحرم عنده حرمة، كان الرجل يجد قاتل أبيه أو أخيه أو ابن عمه داخل الحرم فلا يؤذيه. كان عارفوا العرب كيفاش كانوا، الدم ديالهم كيفور والانتقام موجود. إذا وجد القاتل أبيه أو قريبه خارج الحرم انتقم، لكن لو وجدوه لدخل في الحرم ما يقدرش يوصل له، يقول تخرج، تخرج من الحرم. وانظروا معاشر الصالحين ما وضع الله عز وجل من حرمة للحرم، ما يقدرش يوصل. لكن حادثة الفيل اللي عاشها الجزيرة العربية كلها كتعرفها، زادت الحرم حرمة وزادت سكان الحرم يوم قريش حرمة، وزاد الله سبحانه وتعالى رفع القدر ديالهم. أو كيف هذا أبرهة الأشرار يجيب الجيش دياله ويسلط رب الحرم يسلط عليه الطير الأبابي؟ لكن أيها الإخوة، إن الله عز وجل يذكر قريش، يذكرهم، وهذه الذكرى تستشيش لها القلوب الحية حيان، اللي عنده شي قلب حي من شدة الحياة ما يقدرش يسمع هذه الذكرى. ربك يقول لهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إنما معنى الكلام إنما صددنا أبرهة الأشرم الحبشي، صددناه عن الحرم، صددناه وجيشه وفيله الضخم على شردنا. لماذا سلطنا عليه أضعف جندنا طير الأبابيل؟ علاش درنا له كل شيء؟ لماذا؟ لإيلاف قريش. يخاطب قريش مباشرة، رب العزة يخاطب قريش لإيلاف قريش، حتى تأتلفوا لأجل ائتلافكم، لأجل أمنكم، لأجل استقراركم، لأجل وحدتكم، لأجل قوتكم، جعلنا أبرهة وجيشه كعصف ماكول، ما خليناش يدخلوا باش تبقاو نتوما متألفين وتبقاو وحدة لإيلاف الألف، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم الأخرى بدل أو توكيد. فبعد أن شاع في الناس أن للبيت ربا يحميه، ازداد أمنكم وازداد رخاؤكم، فأنشأتم طريقين عظيمين تجاريين إلى اليمن وإلى الشام. وهذه الساعة الزمنية التي نتحدث فيها، مشي ساعة الآن، يعني زمن في زمن ما وقع، زمن الحادث والحادث في الزمن، كان الناس ساعة إذن لا يساسون بنظام ولا قانون، ما كيتحكمش فيهم نظام ولا قانون، كيتحكم فيهم الجهل، القوي يأكل الضعيف، هذا هو القانون. لا يستطيع أحد
أن يخرج خارج بلده إلا معبأ مسلحة، خايف يخرج. وأهل الحرم كبيرين، الناس كلها خايفة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ ربي كيمتن عليهم. أولم يروا، شو ما كتشوفوش؟ أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. شوف التعبير كيداير، يتخطف الناس من حولهم، حرم آمن. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات رزقا من لدنا. اليوم كذلك نعيش في هذا القضية. اليوم من سافر إلى الحرم المكي أو المدني اليوم، دخل الأسواق ديالو اليوم 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 تزلكش اليوم في أرض قفرة ليس بها زرع ولا ذرة، ما عندهمش أراضي فلاحية، ما كتحش عندهم يتحلهم الغيث الذي ينبت الكلاء والعشب الكثير، ما عندهمش. اللي بغيتي الآن في الحرمين من الطعام موجود، سل عن الأسماك بأنواعها، سل عن اللحوم بأنواعها، سل عن الخضر بأنواعها، سل عن الفواكه الطرية والمجففة بأنواعها، سل عن الأتواب تجبى إليه ثمرات كل شيء تجيب من لدن رزقا من لدن لحد الآن. فالله عز وجل ينبه قريش إلى ما هم فيه من النعم. الناس تتخطف من حولهم، ناس كتموت مخلوعة الخوف والجوع. وأنتم يا أهل الحرم يا أهل مكة تنعمون بماذا؟ تنعمون بالأمن وتنعمون بالعيش الرخي. كل شيء موجود، كل شيء موجود. والأصل في مكة، الأصل في مكة الجوع والخوف، الأصل فيها. هم قوم ضعاف، ماذا تمثل قريش من القوة أمام إمبراطوريتين عظيمتين إلى جانب إمبراطورية الحبشة؟ إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس والحبشة، أنتم والو، ما كتسيروا والو. ولماذا أنتم في هذا الأمل؟ والأصل أن أرضكم لا تنبت شيئا وأنتم في هذا العيش الرغد. من أين أتى كل هذا؟ من الله تعالى. إحنا ما كنتكلموش 15 قرن أو 16 قرن، كنتكلموا حتى اليوم. شوف الآن مكة والمدينة شنو من الخيرات؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فأصبحتم تسافرون في رحلتين عبر السنة، رحلة إلى اليمن في الجنوب ورحلة إلى الشام في الشمال، تسافرون وأنتم آمنون. اللي كيكونوا قريش في الجاهلية غادي بالقوافل ديالهم، اللي شافهم من العرب ومن قطاع الطرق أولئك أهل الحرم، ما تبصوش لهم، خليهم هذوك وحدهم أهل الحرم، ما تبصوش لهم. ومن أراد أن يسافر من غير أهل الحرم بتجارة ينتظر حتى تخرج قريش. اللي كيبغي يسافر بشي تجارة كيخاف الطريق، اش كينتظر حتى تخرج قريش كيخرج معها. شو النعمة لإيلاف قريش لأجل ائتلافهم، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لماذا يا قريش متعكم الله بالأمن والرخاء؟ علاش هادشي كل شيء؟
فليعبدوا رب هذا البيت. هادشي كلشي لك، ليس لجمالكم ولا لسواد اعينكم ولا انتم سدنة البيت وحراسه، كنتم اكثر الناس اقبال على الله، فليعبدوا رب هذا البيت. ما تعبدوش الاصنام، وهم يعلمون علم اليقين. 360 صنم كاين في الكعبه، 360 صنم، 360 رب في بيت الرب، اكبر منكر. لكن الله كما قال العلماء حمى بيته رغم كل هذه المناكر لسر وامر يعلمه احنا ما عرفناهش. بيش واحد 360 صنم رب في بيت الرب، غير الاصنام المبتوته في البيوت. وقريش تعلم انه لا فارج الا الله، كتعرفها عندما يشتد كربها، يشتد كربها لمن تلجأ؟ لله. ما كتبقاش تشوف ذوك الاصنام اللي عندها. وخير دليل، خير دليل على ذلك، وبه يختم الخطبه الاولى، لما جاء أبرهة الحبشي الأشرم يجر وراءه جيشا طمطم عرمرم تقوده الفيل، لمن التجأ عبد المطلب؟ لمن التجأ؟ قال له إن، قال له إنه بل سيحمي البيت، إن العزى ستحمي البيت، إن الصنم الفلاني سيحمي البيت. قال إن للبيت ربا يحمي، ثم أخذ بحلقة الكعبة وقال في معنى كلامه: اللهم إن الناس تحمي أشياءها فاحمي بيتك. إذا فالله عز وجل آلف بين قريش وهيأ لهم أسباب أمنهم ومعيشتهم لشيء واحد: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصا له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وحتى لا نحلق بعيدا في مكة والمدينة، نريد أن ننزل هذا الأمر، أمر الأمن والشبع علينا. إن الأمن ليس هو أمن الدور والشوارع والمنتزهات، هذا أمن يجب أن يكون. وإن الجوع ليس جوع البطن مش نعمره، هناك أمن آخر وهناك شبع آخر. تجد الإنسان ذكرا كان أو أنثى يملك ما يملك، عنده كل شيء، البيت، الزوجة، الوليدات، السيارة، الوظيفة، المدخول، كل شيء، ولكن الخوف يخامره ولا يغادره. لما وخيف؟ فينا الأمن؟ وانت واكل، وانت شارب، وانت لابس، وانت كتولد، وانت المستقبل، من يدري واش انا غنبقى صحيح، واش انا غيبقى عندي فلوس، واش انا هاد الزوجه ديالي وهاد الولد ديالي انا يمكن غدا تحتي يقوموا بيا. خوف، سبب الخوف، سبب الخوف. لما خاطب الله عز وجل قريش قال: فليعبدوا رب هذا البيت، هو الذي أزال عنهم الجوع والخوف. أنا وياك كذلك، إذا كانت قلوبنا فارغة من الله، من الإيمان به ربا
خالقا، مقدرا، معطيا، مانعا، رحيما، رؤوفا. إلا ما كانش شيء في القلب يبقى الإنسان ديما خايف، ويكون عنده اللي عنده ما كاينش الأمل، ما عندوش أمل، ويقدر يكون ما عنده والو، ولا متوسط العيش. ولما كتسولك يقول لك الحمد لله، الحمد لله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل شيء كاين وتبقى مالك. وهذا الأمر ينتاب لأهل المتكلم. أحيانا أقول لنفسي: مالك يا فلان؟ مسكنك، مطعمك، مركبك، منكحك، كل شيء واجد، أنت ما تقلق. عندئذ تعرف أين مكمن الخلل، تعرف أين مكمن الخلل. الخلل شنو هو؟ وارجع لشجرة، ارجع لشجرة، حافظ على صلاتك، حافظ على مصحفك وردك، حافظ على أذكارك ديال الصباح وديال المساء. بعد من ديال الناس ما تاكلوش، بعد من ديال الناس ما تاكلوش. أن لا يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام. بعد من المحرمات، بعد من الرشوة، بعد من الربا، بعد من المحرمات. ساعة إذن يبحث عنك الأمن، هو يقلب عليك الجوع، كرش بعانة، كرش بعانة، والخوف كذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. صراع، إلا تبعت الشيطان الخوف والجوع. وخي يكون عندك اللي عندك، أنفق علاش غنفق؟ علاش بغيت نعطيه؟ ولا نبقى بلاش. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، حتى يخوفك من الفقر، حتى يقول لك راه ما يبقاش عندك. شوف فلان كان عنده داكشي اللي عنده مشى بحاله، راه ما يبقاش عندك، ما تعتق حتى واحد. وعندما يسود المستقبل بين عينيك يدفعك للحرام. الشيطان يعدكم الفقر، اشكر، ويامركم بالفحشاء. الله الله الله، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك. اللهم أعذنا من الشيطان وحيله وتلبسه، إنك ولي ذلك القدر عليه. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه والأنور والجبين الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير المؤمنين وحامي حمى المتين الدين محمد السادس، نصرا تعز به الدين، ترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده وشقيقه وسائر أسرته، إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. أم أحد إخوتنا الآن تحتضر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها للا إله إلا الله. اللهم وفق أموات المسلمين عند حضور الموت إلى هذه الكلمة، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والدرس بين العشاءين إن شاء الله.